بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة الصف الثالث الإعدادي، ازيكم يا شباب؟ هناخد النهاردة درس جديد في الهندسة، تعيين الدائرة. تعيين الدائرة يعني نرسمها بمعلومية المركز ونص القطر. يبقى أول حاجة عندنا في الدرس يمكن تعيين الدائرة إذا علم المركز وطول نص قطرها. طب لو عندي نقطة في المستوى بيمر بها عدد لا نهائي، لو نقطتين برضو بيمر بها عدد لا نهائي. طيب لو في نقطتين، الدوائر اللي هتمر بيها مراكزها بتقع جميعا على محور القطعة. يعني لو عايز ترسم دايرة تمر بالقطعة مثلا اللي هي ألف باء، ما هو قطعة ألف باء قطعة عبارة عن نقطتين، ولكن احنا وصلناهم ببعض فعملنا قطعة مستقيمة. فلو في قطعة مستقيمة بيمر بها عدد لا نهائي من الدوائر. المركز بقى بتاع الدايرة اللي انت بترسمها بيقع على محور تماثل القطعة الموجودة. يبقى يوجد عدد لا نهائي من الدوائر التي تمر بالنقطتين ألف وباء، ومراكز هذه الدوائر تقع جميعا على القطعة ألف باء. ولكن لو حطيت شرط، يعني مثلا جه قال لك ارسم دايرة نص قطرها مثلا 5 سنتي، وعندك قطعة ألف باء طولها 10 سنتي، يبقى أنت هترسم دايرة واحدة، لأن نص القطر بيساوي نص القطعة. يبقى أنت بتقارن بين نص القطر ونص القطعة الموجودة. لو نص القطر بيساوي نص القطعة يبقى أنت هترسم دايرة واحدة، ولو نص قطر الدايرة اللي أنت هترسمها كان أكبر من نص القطعة يبقى أنت هترسم دايرتين، ولو نص قطر الدايرة اللي هترسمها كان أقل من نص القطعة يبقى لا يمكن رسم دوائر. لاحظ معايا لو في نقط على استقامة واحدة، 3 نقط مثلا على استقامة واحدة، لا يمكن رسم دائرة تمر ب3 نقط تقع على استقامة واحدة. أي أنه لا يمكن رسم دائرة تمر ب3 نقط تنتمي لمستقيم واحد. طب لو النقط الثلاثة ليست على استقامة واحدة، ليست على استقامة واحدة هكون مثلث وبالتالي هيمر بها دائرة واحدة. يبقى أي 3 نقط لا تنتمي لمستقيم واحد تمر بها دائرة واحدة. لاحظ ملاحظة تحت، توجد دائرة واحدة تمر بالنقط ألف وباء وجيم ليست على استقامة واحدة، ومركز هذه الدائرة هو نقطة تقاطع أي محورين من محاور القطعة المستقيمة ألف باء أو باء جيم أو ألف جيم. يعني بنعمل محور تماثل للقطعة مثلا اللي هي الأولى الضلع الأولاني في المثلث ألف باء، والمحور الثاني للقطعة اللي هي باء جيم، ونشوف بيتقاطعوا فين وبنرسم الدائرة، والمركز بتاع الدائرة المرسومة بيكون يعني داخل المثلث او خارج المثلث او في نقطة منتصف الوتر لو مثلث قائم. يعني لو كان المثلث انت هترسمه مثلث حاد وعايز ترسم دايرة بتمر بالقوسه، مركز الدايرة الخارجي للمثلث هيقع داخل المثلث الحاد، واذا كان المثلث منفرج فان مركز الدائرة الخارجية للمثلث يقع خارج المثلث، واذا كان المثلث قائم الزاوية فان مركز الدائرة الخارجية للمثلث هي نقطة منتصف الوتر. الشكل اللي معانا برضه اهو موجود، عندي مثلث مرسوم جاهز يا شباب. رسمنا المثلث بمعلومية أضلاعه، طبعا بنرسم مثلث القاعدة وبنعمل فتحة طولها ألف جيم بالبرجل وباء جيم بتقاطع في نقطة، بنرسم مثلث وبعدين بنعمل محاور التماثل. لاحظ المثلث بتاعنا نوعه حد الزوايا، عشان كده المركز كان داخل المثلث. كما يقال المثلث الذي تقع رؤوسه على دائرة بأنه مثلث مرسوم داخل الدائرة، مثلث ألف باء جيم مرسوم داخل الدائرة. الأعمدة المقامة على أضلاع مثلث من منتصفاتها تتقاطع في نقطة واحدة هي مركز الدائرة، وتكون مركز الدائرة الخارجية لهذا المثلث زي المثلث ألف باء جيم اللي احنا شايفينه. المحاور الثلاثة تقاطعت في نقطة داخل المثلث، يعني لو كان المثلث حاد المركز الدائرة الخارجية للمثلث هيقع داخل الدائرة أو داخل المثلث، لو كان المثلث قائم زي ما قلنا من شوية بيقع فين المركز، مركز الدائرة اللي انت هترسمها بيقع في منتصف الوتر، وإذا كان المثلث منفرج فإن مركز الدائرة الخارجية للمثلث يقع خارج المثلث. يبقى احنا هنا ناخد بالنا كويس جدا من الحظر، تمام ناخد بالنا يا شباب. يبقى لو كان المثلث حاد المركز بتاع الدائرة اللي انت هترسمها اللي هتمر بالرؤوس اللي هي دائرة خارجة يعني بيقع داخل المثلث، تمام. يمكن يسألك على موقع مركز الدائرة الخارجية للمثلث، لو كان المثلث قائم مركزه بيقع في منتصف الوتر، مركز الدائرة الخارجة للمثلث القائم يقع في منتصف الوتر، ومركز الدائرة الخارجة للمثلث المنفرج يقع خارج المثلث. في حالة خاصة يا شباب اللي هي خاصة بالمثلث المتساوي الأضلاع. مركز الدائرة الخارجة للمثلث المتساوي الأضلاع هو نقطة تقاطع المحاور، محاور أضلاعه، وهي نفسها نقطة تقاطع محاور أو نقطة تقاطع متوسطاته، وهي نفسها نقطة تقاطع منصفات زواياه الداخلة، وهي نفسها نقطة تقاطع الارتفاعات. يعني هي تبقى نقطة، الميم دي بتبقى شاملة، يعني بيمر بيها المنصف لزاوية الرأس، ويمر بيها العمودي على القاعدة، ويمر بيها محور التماثل،
ويمر بقى الارتفاعات، يبقى هي نقطة تقاطع ايه؟ الارتفاعات او محاور التماثل او ايه؟ او المنصفات. دي في حالة خاصة بس، في حالة المثلث متساوي الاضلاع. لاحظ بقى بالنسبة للأشكال الرباعية، بالنسبة للمربع والمستطيل وشبه المنحرف المتساوي الساقين يمكن رسم دائرة. يبقى لو مربع او مستطيل او شبه منحرف متساوي الساقين هتمر بدايره، لكن لو متوازي اضلاع ما ينفعش، لا يمكن رسم دائره تمر بالقوس متوازي اضلاع او معين او شبه منحرف غير متساوي الساقين. مهمه جدا الجزئيه دي. ثلاث نقط ليست على استقامه واحده بتكون دائره واحده. يمكن تعيين دائره بمعلوميه ثلاث نقط ليست على استقامه واحده. ممكن نرسم دائره بمعلوميه ثلاث نقط لا تقع على استقامه واحده. الاختيار بتاعنا يبقى رقم ج. رقم 6، السؤال السادس: مراكز الدوائر التي تمر بنقطتين ألف وباء تقع جميعا على محور القطعة ألف باء. مركز الدائرة الخارجية للمثلث ونقطة تقاطع محاور تماثل أضلاعه. رقم 8، إذا كان المثلث ألف باء ج قائم الزاوية في باء، فإن مركز الدائرة المارة برؤوسه هو نقط. يبقى منتصف طبعا إيه؟ الوتر، لانه مثلث قائم الزاويه. بيقول لي قائم الزاويه في باء، طالما قائم الزاويه في باء يبقى الوتر هيبقى اسمه ألف جيم، هيبقى منتصف ألف جيم، يعني الاجابه بتاعتنا هتبقى رقم باء. السؤال رقم 9، لا يمكن رسم دائره تمر برؤوس معين. رقم 10، يمكن رسم دائره تمر برؤوس مستطيل. اذا كانت ألف باء قطعه مستقيمه طولها 4 سنتيمتر، فان طول نصف قطر أصغر دائرة تمر بنقطتين ألف وباء أصغر دائرة. يا شباب لاحظ إن ألف باء في الحالة دي يبقى قطر، يبقى أصغر دائرة يبقى قطرها 4، وبالتالي نص القطر هيبقى نص الأربعة اللي هو 2 سنتيمتر. فهمنا؟ يعني ألف باء يبقى قطر ونصه يبقى 2، يبقى الإجابة بتاعتنا هناخدها رقم ألف. طيب السؤال اللي بعده رقم 12، إذا كانت ألف باء بتساوي 6 سنتيمتر، فإن مساحة أصغر دائرة تمر بالنقطتين ألف وباء بتساوي نقط. أصغر دائرة هتمر بالنقطتين ألف وباء، اللي ألف باء هيكون فيها قطر يا شباب. فلما يكون ألف باء قطر في الدائرة، نص قطر عندي هيكون بـ3، فبالتالي المساحة باي نق تربيع، يعني مربع الـ3 هتبقى 9، فناخد 9 باي. تمام. السؤال اللي بعده، تتعين الدائرة إذا علم مركزها وطول نصف قطرها. تعين الدائرة إذا علم إيه؟ المركز وطول نص القطر. الإجابة على الشمال هي موجودة. الدائرة التي تمر برؤوس مثلث تسمى دائرة خارجية للمثلث. السؤال رقم 3، عدد الدوائر التي يمكن أن تمر بأي ثلاث رؤوس لمتوازي من الأضلاع هو دائرة واحدة. خد بالك، هو قال لك دائرة تمر بثلاث رؤوس. ثلاث رؤوس يعني ثلاث نقط، يعني مثلث. يعني قصدي يقول لك كم دائرة هتمر برؤوس المثلث، هتقول له دائرة واحدة بس. محدش يتلخبط بقى ويفكر ان هو متوازي اضلاع، لا. فاهمين السؤال؟ بيقول لي اي ثلاث رؤوس، ما قالش باي رؤوس متوازي الاضلاع. لو قال لي برؤوس متوازي الاضلاع كنت اقول له صفر، لكن تمر باي ثلاث رؤوس متوازي الاضلاع، ثلاث رؤوس ده يعني مثلث، فيبقى دايره واحده. يبقى اجابه رقم 3 اقول له دايره واحده. رقم 4، اذا كانت ا ب بتساوي 6 سنتيمتر، فان عدد الدوائر التي طول نص قطر كل منها 5 سنتيمتر وتمر بنقطتين ألف وباء. أنت بتقارن بين نص القطر ونص القطعة. لو كان نص القطر الدايرة اللي هترسمها أكبر من نص القطر، أكبر من نص القطعة، يبقى أنت هترسم دايرتين. تعالى كده نجيب نص القطعة، نص الألف ب يطلع بـ3، ونص القطر طلع بـ5 موجود. يبقى طالما نص القطر الدايرة اللي هترسمها كان أكبر من نص القطعة، يبقى أنت هترسم كام دايرة؟ هترسم دايرتين. يبقى عدد الدوائر دايرتان، هو 2، يعني اكتب 2 هنا. تمام. رقم 5، ألف وباء نقطتان في المستوى، حيث ألف باء بتساوي 5.4، فإن عدد الدوائر التي طول نص قطر كل منها 2.7 سنتيمتر وتمر بنقطتين ألف وباء هي. برضه نفس الفكرة يا ولاد، هنقارن بين نص قطر الدائرة اللي هنرسمها ونص القطعة. لاحظ كده إن نص القطعة اللي هي ألف ب، نص طولها يعني، هيبقى 2.7 بيساوي نص القطر الدائرة اللي هترسمها. طالما نص قطر الدائرة اللي هترسمها بيساوي نص طول القطعة الموجودة اللي هو جايبها لك، يبقى انت هترسم ايه؟ دائرة واحدة. هنرسم دائرة واحدة بس، يبقى عدد الدوائر هنا في الحالة دي واحدة. طب لو كان نص القطر كان أقل من نص القطعة، يبقى لا يمكن رسم دوائر وعدد الحلول صفر. طب رقم 6، أكبر طول لقطعة مستقيمة، أكبر طول لقطعة مستقيمة يقع طرفاها على الدائرة التي نص قطرها 7 سنتيمتر بيساوي. خد بالك في الحالة ديت نص القطر بـ7، فيبقى القطر كله بـ14،
ان اكبر دايره بتمر بقطعه مستقيمه، القطعه المستقيمه دي هتكون فيها قطر، القطعه دي هتحول لقطر في الدايره، فاهمين؟ فطالما نص القطر 7، يعني نص القطعه ب7، فيبقى القطر كله، القطر كله هيبقى بكام؟ اللي هو الضلع يعني، هيبقى مثلا اسمه ألف باء، هيبقى بكام؟ ب14. تمام كده. شوف السؤال اللي بعده، رقم 3. لام مستقيم في المستوى وألف نقطة تبعد عن المستقيم بمقدار 2 سنتيمتر، بين كيف نرسم أو كيف ترسم دائرة طول نص قطرها 3 سنتيمتر بحيث تمر النقطة ألف ومركزها على المستقيم لام، وكم عدد الحلول. هنرسم المستقيم بتاعنا بالمنظر ده. أول حاجة بنعمل القطعة بتاعتنا أو البعد، وأقول لك البعد 3 سنتيمتر لأن ده بعد عمودي، والبعد 2 سنتيمتر. تاني كده يا شباب، لام مستقيم في المستوى ألف نقطة تبعد عن المستقيم لام بمقدار 2 سنتي. يبقى أنت هترسم المستقيم بتاعك لام زي ما احنا شايفين كده، هنرسم المستقيم لام وبعدين نقيس 2 سنتيمتر على اليمين أو الشمال. بعد ما قست 2 سنتيمتر عملنا قطعة بتاعتنا اسمها ألف باء زي ما احنا شايفين كده، ده نقطة ألف أو ألف على اليمين، يعني ممكن نعملها على اليمين أو على الشمال، ماشي؟ هنوصلهم بعض يعني ايه عشان نعمل محور تماثل يعني يا شباب. بعد كده هترسم بقى الدايرة. يبقى انت خلاص عملت البعد بين نقطة ألف والمستقيم بتاعك، عملته كام؟ 2 سنتي، فاهمين؟ يعني كأنك بترسم قطعة طولها 4. خلاص، يبقى انت كده عملت البعد اهو، ادي ألف، البعد هنا بينها وبين المستقيم اللي هو البعد العمودي 2 سنتي. بعد كده هتعمل ايه؟ هتجيب البرجل بتاعك وترسم الفتحة بتاعتها، هتبقى 3. بقول لك عايزين دايرة، كام دايرة هترسمها تمر بنقطة ألف؟ فهنيجي نقطة، نقف في البرجل بتاعنا عند نقطة ألف ونقيس 3 سنتيمتر الأول، وناخد قوس لأعلى وقوس لإيه؟ لأسفل. بعد ما خدنا قوس لأعلى وقوس لأسفل، هنيجي بالبرجل ونرسم الدايرة اللي فوق والدايرة التانية تترسم. يبقى احنا كده عدد الحلول حلين، يبقى دايرتين هيمروا بنقطة ألف، يبقى عدد الحلول أقول له 2، فهمنا؟ يبقى انت اول حاجة عملت ايه؟ عملت القطعة بتاعتك الالف بقى هي تولد تاني من الاول خالص. عملنا هنا الالف، الالف هي قدامنا شايفينها، وقسنا بعد 2 سنتي عن المستقيم، بعدين فتحنا البرجل بتاعنا 3 سنتيمتر وخدنا قوس لأعلى وقوس لإيه؟ لأسفل عشان نحدد المراكز. وبعد ما حددنا المراكز وقفنا عند النقطة. بعد ما وقفت عند النقطة ديت، رجعت بالبرجل ونقلته عند النقطة بتاعتك ورسمت الدايرة الأولى والدايرة التانية. يبقى أنت كده رسمت إيه؟ دايرتين، يبقى عدد الحلول 2. رقم 4، خلاص كده دي رقم 3 خلصناها. هنشوف الرقم 4 اللي بعدها. إذا كانت أ بتنتمي للمستقيم لام، فارسم دائرة م تمر بالنقطة أ ويكون طول نص قطرها 3 سنتيمتر عندما أ بتنتمي للمستقيم لام كم دائرة؟ عندما ميم تنتمي لمستقيم لام كم دائرة يمكن رسمها؟ وميم لا تنتمي لمستقيم لام كم دائرة يمكن رسمها؟ تعالوا كده نشوف مع بعض. أول حاجة يا شباب، تاني كده نقرأ التمرين رقم 4، بيقول إذا كانت نقطة أ بتنتمي لمستقيم لام، هنرسم المستقيم بتاعنا لام أهو، وبيقول لي ارسم دائرة مركزها ميم تمر بنقطة أ. عايزين نرسم دايرة مركزها ميم وتمر بنقطة أ، بس المركز ده بيقع على مين؟ بيقع على المستقيم. فانت هتحط نقطة اسمها ميم، ممكن تبقى فوق وممكن تبقى ايه؟ تحت. يبقى في كام حل؟ هيبقى هنا حلين، لان يبقى في دايرتين هيمروا بنقطة ألف لان المركز على المستقيم. انما في الحالة التانية لو ميم لا تنتمي للمستقيم، بيبقى عدد لا نهائي من الدوائر. تعالوا كده نشوف مع بعض ازاي هنرسمها. اول حاجة هنيجي عند نقطة ميم اللي احنا راسمينها اللي فوق دي، ونرسم دايرة تمر، هو عايز دايرة يا أولاد، ركزوا كده، عايز دايرة نص قطرها 3 سنتيمتر. فأنت هتفتح البرجل 3 سنتيمتر وتقيس، فترسم الدايرة بتاعتك، أدي دايرة اهيت، وتيجي من تحت برضو ترسم الدايرة التانية بالبرجل، شايفين؟ يبقى أنا عندي كام دايرة اترسمت؟ دايرتين. يبقى لو المركز كان بيقع على المستقيم، يبقى دايرتين بيمروا بنقطة ألف، دايرتين كل منهم نص، كل منهم نص القطر هيبقى بكام؟ ب3 سنتيمتر. يبقى تاني كده عشان نوضح اللي مش فاهم، احنا في الحالة الأولانية بيقول لي لما المركز بينتمي على المستقيم كام دايرة هتمر بألف، بس المركز ده قال لك شرط، قال لك إن نص قطر بتاع الدايرة دي هيبقى 3 سنتي. فأنت تفتح البرجل 3 سنتيمتر من فوق وترسم دايرة، وتيجي من تحت تفتح البرجل 3 سنتيمتر وترسم دايرة، يبقى عدد الدوائر دائرتان.
طب لو ميم لا تنتمي للمستقيم لام، فبالتالي يا ولاد هيكون عدد لا نهائي، لان ميم المركز مش على المستقيم، ففي عدد لا نهائي في المستوى هيمر بايه؟ بالنقطه اللي عندك، يبقى عدد كبير جدا او عدد لا نهائي. طب نشوف السؤال اللي بعده، بيقول لي ارسم الف باء طولها رقم 5 طولها 6 سنتيمتر، ثم ارسم دائرة تمر بنقطتين ألف وباء طول نص قطرها 5 سنتيمتر، وكم عدد الحلول؟ أول حاجة نرسم القطعة بتاعتنا بالمسطرة، قطعة طولها 6 سنتيمتر، شايفين 6 سنتيمتر، ونرسم. بعد كده بنعمل محاور التماثل، بنقف عند ألف وناخد محور تماثل لأعلى، نفتح قوس يعني، ناخده بالبرجل قوس لفوق وقوس لتحت، وهنا بقى بنفس الفتحة قوس لفوق وقوس لتحت، ونعمل مستقيم. بعد ما رسمنا محور التماثل بنجيب البرجل ونقيس الفتحة بتاعتنا، فتحة طولها 5 سنتيمتر عشان عايز ارسم دايرة طول نص قطرها 5، اقوم جاي بعد كده واقف عند نقطة باء واخد قوس لأعلى، القوس ده هيتقاطع مع المستقيم اللي احنا رسمناه اللي هو محور التماثل للقطعة في نقطة لأعلى ونقطة لأسفل، يبقى خدنا قوس لفوق وقوس لتحت. بعد ما خدنا قوس لفوق وقوس لتحت على المحاور، هنتنقل بالبرجل عند النقطة الأولانية اللي هي المركز الأولاني بتاع الدايرة اللي هرسمها، وأقوم راسم الدايرة بتاعتي. يبقى أنا كده رسمت دايرة أهو فوق، وأرجع تاني عند نقطة التقاطع هنا المركز التاني، هنرسم بالبرجل الدايرة التانية. يبقى احنا رسمنا كام دايرة؟ رسمنا دايرتين بيمر بالقطعة ألف وباء، يبقى عدد الدوائر 2، لأن نص قطر القطعة اللي عندك كان أقل من نص قطر الدايرة، نص طول القطعة كان أقل من نص قطر الدايرة، فأنت هترسم دايرتين، تمام؟ وده كان محور التماثل. بيقول لي أوجد بالبرهان بعد مركز الدائرة عن ألف باء. لاحظ دول دايرتين متقاطعتين، يعني ألف باء هيكون وتر مشترك، فخط المركزين اللي عندك بيكون عمودي على الوتر المشترك وبينصفه، فبالتالي القطعة ألف باء هتتنصف، وكمان هيبقى المركز عمودي، يعني ميم سين هتبقى عمودية على ايه؟ على قطع ألف باء. تقدر تطابق المثلثين، المثلث الأولاني اللي هو ألف ميم سين، والمثلث الثاني باء ميم سين، وتجيب من فيثاغورس الضلع اللي عندك اللي هو البعد يعني اللي هو ميم سين، تجيب الخمسة تربيع ب25 والتلاتة تربيع ب9، تطرحهم يطلع 16، تجيب الجذر يبقى 4، يبقى الميم سين طولها 4 سنتيمتر. يبقى عدد الحلول اقول له 2، ما ننساش يا ولاد نكتب هنا عدد الحلول، اقول له 2 اللي هي دائرتين يعني، وبالبرهان نعمل نظريه فيثاغورس ونطلع ايه؟ الضلع الناقص، لان دول دائرتين متقاطعتين وخط المركزين بيكون عمودي على الوتر المشترك اللي هو ا ب وبينصفه، فتبقى القطعه ا س بتساوي س ب. تقدر تطبق المثلثين، لان م س ضلع مشترك، والميم ا بتساوي م ب بتساوي نص قطر، وعندك ا س بتساوي ايه؟ س ب، يعني المثلثين متطابقين، تمام؟ في تطابق عندك للمثلثين. وبعدين ممكن ان انت برضو تجيبها مباشرة طالما هو عمودي، عمودي يعني الميم سين عمودي على الالف باء، ده لو طلب منك اثبت ان في تطابق يعني، لكن هو عايز هنا القطع الف باء، تقدر تجيبها من فيثاغورس على طول. طالما ميم سين عمودي على الف باء، تقول له ان الميم الف تربيع بتساوي الف سين تربيع زائد سين ميم تربيع، وتطلع القطعة ميم سين من فيثاغورس تطلع معاك ب4 سنتيمتر. تعالوا نشوف المسألة اللي بعدها، باستخدام الأدوات الهندسية. السؤال رقم 6 بيقول لي ارسم ألف باء بتساوي 4 سنتيمتر، ثم ارسم على شكل واحد دائرتين تمر بنقطة ألف وباء نص وطول قطرها 5، وما عدد الحلول الممكن؟ عايزين نعمل الإجابات دي كلها يا ولاد على رسمة واحدة. نجيب المسطرة ونرسم القطعة بتاعتنا ألف باء طولها ب4 سنتيمتر، نرسم يلا شكل مع بعض كده، نجيب المسطرة ونرسم ألف باء طولها 4 سنتيمتر. بعدين نجيب البرجل نعمل محور تماثل، نفتح الباجل فتحة أكبر من نص القطعة، ونعمل قوس لأعلى وقوس لأسفل، ننتقل بالبرجل نرسم قوس لفوق وقوس لتحت عشان نعمل ايه؟ محاور التماثل. بعد ما عملنا النقطتين هنيجي بالمسطرة ونرسم خط التماثل بتاعنا اللي هو محور التماثل عمودي على القطعة ألف باء، واللي بعد كده ارسم دايرة نص قطرها 2.5، لأن القطر كله كان ب5 يا ولاد، ركزوا كده، ارسم دايرة طول قطرها 5، يبقى احنا نفتح البرجل 2.5، نيجي عند نقطة ألف وبالـ2.5 ناخد قوس لأعلى وقوس لأسفل،
فنلاحظ ان هيبقى في دايرتين، لان نص قطر الدايره اللي انت هترسمها هيبقى اكبر من نص القطعه، يبقى دايره لفوق والدايره التانيه تبقى لتحت، يبقى على الدوائر دايرتين. يبقى انت وقفت عند المركز الاولاني والمركز التاني وترسم الدوائر بتاعتك، تمام؟ تجيب الدرجل وترسم، فهمتوا الفكره؟ يبقى نرسم الاول الف ب، وبعدين نعملها محور تماثل، ونفتح البرجل فتحة 2.5، ناخد قوس الأعلى وقوس الأسفل، هيتقاطعوا على الخط المستقيم في نقطتين، نجي عند النقطة الأولى نرسم الدايرة الأولى والتانية نرسمها. أجي قال لي ارسم دايرة نص قطرها، ها دايرة تمر بالنقطة ألف وباء نص قطرها 2 سم، طبعا هيبقى في دايرة واحدة لأن نص قطر 2 سم، وال2 سم بيساوي نص طول القطعة ألف باء. هنعمل على دايرة واحدة يا شباب، ماشي؟ نيجي بقى نفتح البرجل أهو 2 سم زي ما احنا شايفين، يعني قيس البعد من عند ألف 2 سم هتلاقيها تجي عند نص القطعة، وتقوم راسم الدايرة بتاعتك، فيبقى ايه الدايرة مرت بألف وباء، يبقى عدد الحلول 1. المطلوب رقم 3 دائرة تمر بنقطتين ألف وباء نص قطرها 3، لا خد بالك طول قطرها 3 يعني نص قطر يبقى 1.5، ففي الإجابة التالتة عدد الحلول هيبقى ايه، هيبقى 0. رقم 3 تاني كده يا شباب، دائرة تمر بنقطتين ألف وباء طول قطرها 3 سم، يبقى انت هتجيب نص القطر هتلاقيه 1.5، ماشي؟ 1.5 سم اللي هو نص القطر، 1.5، 1.5 ده ايه؟ ها أقل من نص القطعة، طالما نص القطر أقل من نص القطعة يبقى لا يمكن رسم دوائر تمر نقطتين ألف وباء. السؤال اللي بعده المسألة رقم 7، رقم 8 معانا، بيقول لي مستخدم الأدوات الهندسية رسم قطعة طولها ألف باء 6 سم، ثم ارسم الشعاع ألف جيم بحيث قياس زاوية جيم ألف باء ب60 درجة، وارسم دائرة تمر بنقطتين ألف وباء يقع مركزها على الشعاع ألف جيم، ثم احسب طول نص قطرها. يبقى أول حاجة أجيب المسطرة وأرسم قطعة طولها 6 سم، بعد ما برسم بالمسطرة بجيب المنقلة وأقيس الزاوية بتاعتي، بلاقيها كام؟ 60 درجة. برسم الزاوية ب60 درجة يا شباب، أقف عند ألف كده وأقوم حاطط نقطة هنا دي 60، وأقوم راسم شعاع بالبيه بالمسطرة بتاعتي كده، عملت الزاوية خلاص اللي هي به ألف جيم قياسها ب60 درجة. عايزين نرسم دائرة تمر بنقطتين ألف وباء ويقع مركزها على الشعاع ألف جيم. هنعمل محور التماثل، نجيب المسطرة والبرجل، نفتح البرجل قوس الأعلى وقوس الأسفل عشان نعمل محور تماثل يا شباب، فاهمين؟ يبقى أنت بعد ما عملت الزاوية هتعمل محور تماثل للقطعة ألف باء، تيجي تفتح البرجل قوس لفوق وقوس لتحت عشان تعمل ايه، محاور التماثل، شايفين؟ قوس لفوق وقوس لتحت اهو، تقاطع في نقطتين. بعد كده بنيجي بالمسطره وبنعمل محور التماثل بنرسمه. بعد ما رسمنا محور التماثل لقينا محور التماثل بيتقاطع مع الشعاع الف جيم في نقطه جيم، تمام؟ او اي نقطه، يعني الشعاع الف جيم تقاطع معاها في نقطه، النقطه دي بقى هنرسم من خلالها دايره، فاهمين؟ يعني انت بعد ما رسمت الزاويه عادي خالص اللي هي بيها الف جيم ب60 درجه قسمها ب60، عملت محور تماثل للقطعة ألف باء، بعد ما عملت محور التماثل بتيجي بالبرجل بتاعك بقى وتقوم ايه واقف بسن البرجل عند النقطة اللي فوق اللي هي اللي انت خلاص تقاطع عندها، لأن النقطة دي تبقى مركز الدايرة اللي انت هترسمها، وتقوم راسم الدايرة بتاعتك اللي هي هتمر بمين؟ بالألف وباء، فاهمين؟ يبقى احنا تاني كده نقف بالمركز عند النقطة ونقوم راسمين ايه الدايرة بتاعتك، شايفين؟ يبقى الخطوات بتاعتنا هي واضحة يا أولاد، شايفين؟ رسمنا ايه الدايرة بتاعتنا. نوضحها تاني، ادي الدايرة اترسمت خلاص. طيب السؤال اللي بعده ارسم بالادوات الهندسية رقم 10، باستخدام الادوات الهندسية ارسم ألف باء بيساوي 4 سم وباء جيم 5 سم وجيم ألف ب6 سم. هنيجي يعني بالمسطرة ونرسم القطعة بتاعتنا ألف باء طولها 4 سم، بعد كده بنفتح البرجل بتاعنا القطعة بتاعتنا اللي هي باء جيم كان طولها 5 سم، شايفين؟ يعني تيجي بالبرجل وتفتح فتحة من عند الباء كده 5 سم. الأول طبعا بتقيس بالإيه؟ بالمسطرة، يعني تمسك البرجل كده وتقيس القطعة بتاعتك، شايفين؟ هنقيس عند الباء 5 سم، وبعدين نيجي عند الألف يعني نقف عند الباء ونفتح فتحة 5 سم، يعني باء جيم ب5 خلاص، زي ما احنا شايفين ده القوس اللي احنا عملناه ده كان 5، ماشي؟ وبعدين 5 سنتي، بعدين بنيجي نفتح البرجل 4 سنتيمتر، نقف عند ألف ناخد قوس ونرسم المثلث بتاعنا. بعد ما رسمنا المثلث هنعمل محاور التماثل، نختار ضلعين نعمل لهم محور تماثل زي مثلا ألف ب،
نقف عند ألف ناخد قوس أعلى وقوس أسفل، كذلك ب نقف عند ب ناخد قوس أعلى وقوس أسفل. يعني وقفنا عند ألف أهو وب، وقفنا عند ب الأول وبعدين عند ألف خدنا قوس لفوق وقوس لتحت. بعد كده بنيجي بالمسطرة ونرسم إيه خط التماثل، شايفين؟ بعد ما خدنا الأقواس اللي فوق واللي تحت تيجي بالمسطرة بتاعتك، يعني أنت خلاص خدت قوس أهو فوق قوس تحت، شايفين كده؟ عملنا محور تماثل. نيجي بالمسطرة التاني والبرجل، نفتح مثلا عند القطعة بتاعتنا اللي هي ألف جيم ونعمل محور تماثل، ناخد قوس تحت وقوس لفوق أهو، وكده ننقل عند جيم ناخد قوس لفوق وقوس تحت. القوسين هيتقاطعوا في نقطة فوق ونقطة تحت اهي، يبقى انت وقفت عند ألف وعند جيم، عند ألف خدت قوس لفوق وقوس تحت، وعند جيم خدت قوس لفوق وقوس تحت. بعد كده بتيجي بالمسطرة وتقوم راسم موصل النقطتين ببعض، هتلاحظ ان المحورين بتوعنا لهم اللي احنا رسمناهم تقاطعوا فين؟ في نقطة. النقطة دي هنرسم من عندها بالبرجل بقى دايرة، تيجي بقى عند المركز ده وتفتح فتحة طولها من المركز ده لحد جيم مثلا، وتقوم راسم الدايرة بتاعتك. يبقى انت كده رسمت دايرة تمر بإيه؟ بالمثلث تاني، وبعدين هتقاطعه في نقطة. النقطة دي بتبقى داخل مثلث لو المثلث كان حد الزوايا، النقطة دي بتبقى برضه في منتصف الوتر لو كان المثلث قائم الزاوية، بتبقى في منتصف الوتر، ولو المثلث منفرج المركز بيقع خارج المثلث.